اهلا بيكم في حلقه جديده من ويكلي نيوز. انا ايجي جيرل جيمر من عرب هاردوير. اول خبر هو ان سلسله Assassin's Creed اللي نزل منها 8 اجزاء رئيسيه، جزءها الجديد هيدور احداثه داخل مصر وهينزل في 2017 باسم Empire. بغض النظر عن ان Ubisoft مش هتنزل اي جزء السنه دي، كلنا منتظرين نشوف مصر القديمه هتبقى عامله ازاي. شركه Ubisoft صرحت ان لعبه Watch Dogs 2 هتنزل بين شهر نوفمبر اللي جاي ومارس 2017، وبكده يتم التاكيد ان Watch Dogs 2 هيتم استعراضها لاول مره في معرض E3 اللي جاي، مع اطلاق مواعيد صدور لعبه Ghost Recon Wildlands و For Honor. كلنا عارفين ان Just Cause 3 لسه ما تعملهاش كراك هي وفيفا 16 بفضل نظام حمايه قوي اسمه دينوفو. الفريق الصيني 3DM كان الوحيد اللي عرف يكسر النظام ده في Dragon Age Inquisition والعاب تانيه، وفي اخر تصريح ليهم اعلنوا انهم مش هيعتزلوا. بيرت سيستر قائده الفريق قالت انهم هيعملوا كراك لجست كوز 3، رايز اوف ذا توم ريدر، فيفا 16. زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن خبر القرصنه وبرده في حلقه راندمايزر، عملنا تصويت على تويتر بخصوص الموضوع ده ان عصر القرصنه هينتهي. 75% شايفين ان لا. كابكوم من اول الشركات اللي بدات تهتم بالعالم العربي، بالذات لما اضافوا كاركتر باسم رشيد للعبه ستريت فايتر في، وهو اول فايتر عربي. وفي فعالية حدث جيم 16 في دبي في شهر سبتمبر، كابكوم برو تور هيكون الدوري الخاص بالشركة، والدوري هيكون في ستريت فايتر في. طبعا الدوري جزء صغير جدا من ضمن تأهيل 32 لاعب على مستوى العالم. دلوقتي تقدر تلعب الشطرنج مع صحابك على فيسبوك ماسنجر، فمش بس بقيت تقدر تطلب اوبر او تبعت صور او فويس نوتس، لا كمان تقدر تلعب العاب. ممكن تبدأ دلوقتي بانك تكتب @fbchess على الاب وهيظهر لك البورد على طول. بعد ما ابلكيشن انستغرام فتح موضوع تعدد الحسابات الاسبوع اللي فات، عملوا حاجة تانية اللي هي عدد مشاهدات بوست الفيديو. شركة ايسر لأول مرة بتعرض شاشة للألعاب من فئة البريديتور موديل Z35 بمعدل تحديث سريع بيوصل ل 200 هرتز، وأقصى حاجة وصلنا لها 160 هرتز. الشاشة هيتم إطلاقها 19 فبراير. إشاعات عامة بتشير إن موبايل أبل الجديد آيفون 5 SE والآيباد إير 3 هيعلنوا عنه بشكل رسمي في 15 مارس وهينزل 18 مارس. الآيفون SE هيبقى ريليس مهم للأشخاص اللي عايزين حجم ما يعديش الأربع بوصة. وفي تسريبات على الجالكسي S7 والإدج S7 بيقول إنه ضد المية والبطارية هتبقى 3600 مليون بير. برضو هنسمع خبر مواعيد إصدارهم قريب. زي ما احنا متعودين من انفيديا على بندل زي رايز اوف ذا توم ريدر اللي خلصت من يومين، في بندل نزلت النهارده لذا ديفيجن لحد يوم 21 مارس مع كروت 970 ام واللي اعلى للنوت بوك، وجي تي اكس 970 واللي اعلى للبي سي. لعبه ذا ديفيجن هتنزل يوم 8 مارس، والبندل متوفره النهارده في متجر عرب هاردوير. اشاعه مايكروسوفت وان هيبقى في تعاون مشترك بينها وبين ستيم، من ناحيه مثلا ان كوانتم بريك اللي حصريه للاكس بوكس هتنزل للبي سي في شهر 4 حصريا لمايكروسوفت ويندوز 10. وفي اشاعات بتقول ان ممكن في يوم من الايام نلاقي تعاون بين ستيم واكس بوكس. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وعشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الاخبار دي تابعوا موقع arabhardware.net والفيسبوك والتويتر واليوتيوب والانستغرام. ما تنسوش تعملوا فوتنج على تويتر لو شايفين تعاون اكس بوكس وستيم في المستقبل حاجه لصالح البي سي جيمرز ولا لا. باي.